Bonjour mes chers élèves de troisième année du collège, mes chers élèves scientifiques, encore fois, un nouveau cours de SVT d'appréciation manuelle, l'univers de SVT, sciences de vie et de la Terre. On va parler aujourd'hui de séquence 2 de la circulation sanguine. Avec vous, monsieur Sudalab de la chaîne Jukamikisivi, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Restez toujours connectés, dans quelques instants, on va commencer notre cours. Alors, bienvenue mes chers élèves scientifiques, je vous présente cette fois séquence 2, le rôle du sang dans le transport du gaz respiratoire et du nutriment. Alors, quels sont les objectifs internes? Alors, première chose, c'est la découverte du rôle du sang à partir de documents. Découvrir le rôle du sang à partir de documents. Après, comparer la couleur du sang. C'est la comparaison de la couleur du sang enrichi en dioxygène à celle du sang enrichi en dioxyde de carbone. Pour découvrir les notions de hémoglobine, oxyhémoglobine et carboxyhémoglobine. Puis, à la fin, identifier le rôle de la lymphe dans les échanges de gaz respiratoire et des nutriments entre le sang et les cellules. Maintenant, explication en arabe. Tabou Jaïd. إذن في هذه الحصة سوف نتطرق إلى الدور الأساسي اللي سيلعبه الدم في نقل المواد الغذائية وكذلك الغازات التنفسية. من بين الأهداف الرئيسية اللي نكتشفها في هذه الحصة الثانية سيكونس 2 هي كالتالي: الكشف عن الدور الرئيسي للدم من خلال هذه الوثائق المقترحة، وكذلك مقارنة اللون للدم اللي تكون غني بالأكسجين وكذلك غني بثاني أكسيد الكربون. ثم الكشف على المفاهيم التالية: ما معنى هيموغلوبين والأوكسيموغلوبين وكاربوكسيموغلوبين. سوف نتعرف على هاد المصطلحات في هاد الحصة الثانية من سيكونس 2 رول دو سون دون لو ترانسبور دو غاز ريسبيراتوار دي نيوتريون. تمام، وفي الأخير سوف نكشف على سوف نتعرف على الدور ديال اللمف في نقل المواد الغذائيه من الدم الى الخلايا وكذلك التبادلات الغازيه. Maintenant je pose le problème. اطرح واحد التساؤل. Le sang circulant transporte les gaz respiratoires des poumons vers les organes et inversement. Mais comment le sang transporte-t-il ces gaz? كيف الدم ينقل هاد الغازات التنفسية؟ إذن هو السؤال المطروح اللي خصنا نجاوبو عليه في هاد لا سيكونس 2 لو رول دو سون دون لو ترونسبور دي غاز ريسبيراتوار اي دي نوتريمون. إذن جو بوز لو بروبليم: كومون لو سون ترونسبورت-il لي غاز ريسبيراتوار دي بومون فيغ لي زورغان اي انفيرسومون؟ الوغ مي شيرز إليف سيانتيفيك جو فو بريزونت اكتيفيتي 1. Vous avez ici deux documents. Document 1 montre la variation de la couleur du sang, mais la tarayur long del dam, khilal had l'awiya zujajia, el mumtali ab dam. Lahidu, on a dam fatih, on a dam dakin, on a dam dakin chez Alma. Del men huwa el mis'oul fi tarayur del had long del dam, qui est donc le responsable de la variation de la couleur du sang. On a fait l'ouatiqa tenia. تتوضح بيان سور ليزيماتي او ما يسمى بالكريات الحمراء. اذا هنا معطيات خاصه بالكريات الحمراء ليزيماتي ولي غلوبول روج، وفي هاد الصوره هادي تتوضح ليزيماتي في او ميكروسكوب الكترونيك بالمجهر الالكتروني. تلاحظوا هنا الشكل ديال الكريات الحمراء، والكريات الحمراء هي المسؤوله عن نقل غازات تنفسية في الدم. من بين أهم الوثائق المهمة جدا في هذا الشابتر 4 لا سيركيلاسيون سانغين العموم هي الوثيقة الرابعة دوكيمون 4 اللي تفسر لكم لو ترونسبور دو ديوكسيجين وكذلك لو ترونسبور دو ديوكسيد دو كربون باغ لو سون. تفسر لكم النقل ديال غاز الاكسجين من طرف الدم وكذلك الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون. اذا اولا سوف نطرق الى نقل ديال الاكسجين، ثم ثانيا نقل ديال ديوكسيد الكربون.
إذن من خلال التجربة الأولى نطلي واحد قليل من الدم على جدار الوعاء الزجاجي، نخلوه مفتوح. إذن تكون الدم en contact avec de l'air، تكون مع تواصل مع الهواء، وتصبح الدم اللون ديالو فاتح أحمر فاتح. Alors, on étale un peu de sang sur la paroi inférieure d'un ballon. Au contact de l'air, elle devient rouge vif. إذن في المرحلة الثانية من هذه التجربة نفرغ هذاك الوعاء الزجاجي من الهواء. إذن بعد تفريغ ديال الوعاء الزجاجي من الهواء، تكون الهواء منعدم تماما في هذاك الوعاء الزجاجي، تصبح اللون ديال الدم أحمر داكن. Si on fait le vide d'air dans le ballon, le sang devient rouge sombre. ولكن عندما نفتح تنخلو هذاك الدم مع تواصل من جديد مع الهواء، تصبح اللون العادي ديالو هو فاتح، لون أحمر فاتح. Quand il est de nouveau en contact avec de l'air, elle retrouve sa couleur rouge vif. إذن كيفاش يمكن لينا نفسروا هاد الظاهرة هادي؟ إذن التجربة عندنا واحد قليل من الدم في واحد الجدار من وعاء الزجاجي، تيكون هذاك الدم مع تواصل مع الهواء مباشرة تصبح اللون ديالو، تيكون اللون ديالو أحمر فاتح. إذن عند تفريغ هذاك الوعاء الزجاجي من الهواء، تصبح اللون ديال هذاك الدم داكن أحمر داكن. إذن شنو اللي تيخليه يصبح أحمر داكن؟ هالشي اللي غنفسروه من هاد الظاهرة هادي. إذن عند فتح هذاك الوعاء الزجاجي وتصبح دابا هذاك الدم en contact avec de l'air de nouveau، تيرجع اللون ديالو الحقيقي هو اللون احمر فاتح. يعني on étale un peu de sang sur la paroi inférieure d'un ballon au contact de l'air. En contact de l'air، يعني مع تواصل مع الهواء، il devient rouge vif. Si on fait le vide، يعني التفريغ ديال هذاك الوعاء الزجاجي من الاكسجين، si on fait le vide d'air dans le ballon، le sang devient rouge sombre. تصبح اللون ديال الدم دابا داكن. عند التفريغ، بعد التفريغ بيان سور هذاك الوعاء الزجاجي من الهواء. Quand il est de nouveau en contact avec l'air، اذا الدم عند تواصل من جديد مع الهواء، تصبح اللون ديالو احمر فاتح. اذا كيف نفسروا هذه الظاهرة؟ الوغ تبع معايا دابا الشرح ديال هذه الظاهرة هذه ديال تغيير اللون ديال الدم من احمر فاتح الى احمر داكن. Nous avons vu que le sang renferme des hématies aux globules rouges. Les hématies contiennent une protéine colorée, l'hémoglobine. Et donc, on a une protéine ملون تحتوي في الكرية الحمراء تسمى hémoglobine. Donc, كل كرية حمراء عندها واحد البروتين ملون أحمر سميزو hémoglobine. هذا تسمى بروتين. Donc, l'hémoglobine existe sous deux formes. Combiné à l'oxygène ou non combiné. Et donc, l'hémoglobine, c'est la protéine de la corée de la hamra. Il y a deux qui l'oxygène ou qui sont les. Dans la première forme, appelée oxymoglobine, elle est rouge vif. Dans la seconde, elle est rouge sombre. Et donc, chaque oul. أحمر فاتح تيجي من خلال الاتصال أو لا كومبينيزون من خلال اندماج ديال هذاك الأوميغلوبين مع الأكسجين، تعطينا واحد البروتين جديد سميتو أوكسيموغلوبين. وأوكسيموغلوبين هو اللي عنده اللون أحمر فاتح. إذن اللي تيخلي هذاك الهواء اللي تيخلي هذاك الدم يصبح أحمر فاتح في التجربة الأولى مع الاتصال ديالو من الهواء هو اندماج، تبعوا معايا، اندماج ديال بروتين هيموغلوبين اللي في الكريه الحمراء مع الاكسجين، مع غاز الاكسجين، تتولد
تيتكون لينا واحد البروتين جديد هو اوكسيموغلوبين، هو اللي عنده اللون فاتح. الغياب ديال هاد التواصل او الاندماج ديال الهيموغلوبين مع الاكسجين تفقد هذاك اللون، تفقد دم هذاك اللون الفاتح وتصبح اللون داكن. اذا عدم وجود ديال البروتين اوكسيموغلوبين عدم الوجود ديالو، لان ما كاينش واحد اتصال، ما كاينش واحد اندماج ديال الكريات الحمراء مع الاكسجين، بالخصوص الهيموغلوبين بروتين هيموغلوبين مع الاكسجين. Dans les capillaires pulmonaires, l'oxygène se fixe à l'hémoglobine de l'oxymoglobine se forme et le sang sortant du poumon est donc rouge vif. Idem, frétin, on a gaz oxygène. Idem, l'image de gaz oxygène frétin, ma dem, ou le chosos ma le coriat al hamra, les hématies ou les globules rouges, t'écoule les noix le protéine jadid. هو اوكسيموغلوبين هو القادر على لا فيكساسيون، تبع هو القادر على لا فيكساسيون ديال الكريات الحمراء مع الاكسجين، ديال الاكسجين غاز الاكسجين تلتصق بالكريات الحمراء من خلال هذا البروتين ديال اوكسيموغلوبين، هو اللي تعطينا اللون فاتح. تخرج الدم من الرئتين عنده واحد اللون فاتح غني بالاكسجين. Le sang sortant des poumons est donc rouge vif. Et la formule, ça se trouve dans le cadre. Il y a l'oxygène, grâce à l'oxygène, avec la protéine de l'hémoglobine, موجود في الكرة الحمراء, تعطي واحد oxymoglobine, grâce à la fixation de l'oxygène في les hématies ou في الكرة الحمراء. Dans les organes, تابعوا معايا. اذا الدم عند الخروج ديالو من الرئتين تيكون غني بالاكسجين وتيكون عنده اللون الفاتح. ودابا كشفنا السر علاش هذاك الدم عنده اللون الفاتح، لان كاين هنا موجود ديال واحد البروتين سميتو اوكسيموغلوبين. دو لي زورغان لوكسيموغلوبين ليبير لوكسيجين فيكسي اي لو سون كي روفيان او بومون اي روج سومبر. اذا الرجوع ديال الدم الى الرئتين تيكون لون داكن، ها هو الخروج ديال الرئتين تيكون لون فاتح، ولكن الدخول ديالو مره ثانيه او الرجوع مره ثانيه الى الرئتين تيكون لون داكن. اذا شكون اللي تيخلي هاد اللون يتغير؟ هي الوجود، هو الغياب ديال اوكسيموغلوبين، لان اوكسيموغلوبين هاد البروتين هذا تيفيكسي لينا بالضبط هذاك الاكسجين في الرئتين، تيفيكسي الاكسجين مع لي جلوبول الغوج مع الكريات الحمراء. فوالا، اذا عند الوصول ديال الدم غني بالاكسجين اي عضو من الاعضاء ديال الجسم تتليبير هذاك، تتحرر لينا هذاك الغاز ديال الاكسجين. اذا الدم تفقد الغاز ديال الاكسجين لانه تيمشي للاعضاء، تيمشي للخلايا الى اخره. اذا تخرج من الدم، تخرج من الاعضاء خالي تماما، مفتقر تماما من الاكسجين، الشيء اللي تيخليه يكون اللون ديالو احمر داكن. دو لي زورغان لوكسيموغلوبين، لوكسيموغلوبين ليبير لوكسيجين فيكسي لو سون كي روفيان او بومون اي روج سومبر. L'hémoglobine, par sa capacité à se combiner avec l'oxygène et en son libéré, assure l'essentiel du transport de l'oxygène. Et les tirelles, le de l'oxygène, taraf tam, et le jamil ada de l'jism, هو hémoglobine. Hémoglobine, mais moussaïda de la protéine jadide, هو oxymoglobine. De l'hémoglobine, par sa capacité à se combiner avec l'oxygène et en son libéré, assure l'essentiel du transport de l'oxygène dans l'organisme. Une faible quantité d'oxygène, 2% de l'oxygène, est directement dans le plasma. L'oxygène est dans le sang, le ressource avec l'hémoglobine. L'oxygène, 2% est dans le plasma. Mais la plupart de l'oxygène تيكون في عند الكريات الحمراء، تستقطب هذه الكريات الحمراء لانها كثيره جدا في الدم، تستقطب هذاك الاكسجين في الرئتين تتكون واحد البروتين جديد سميتو اوكسيموغلوبين، هو القادر على التمسك ديال فيكساسيون ديال الاكسجين في الجلوبول، ولا كاباسيتي عنده واحد لاكاباسيتي ديال الجلوبول غوج، عنده واحد لاكاباسيتي ديال النقل ديال الاكسجين الى جميع انحاء الاعضاء ديال الجسم. تما تتحرر بالخصوص عند دخول اي عضو تتحرر هذاك الاكسجين، الاكسجين تمشي الى جميع الخلايا ديال الاعضاء ديال الجسم، والدم من الخروج ديالو من الرجوع ديالو للرئتين تيكون اللون ديالو داكن.
maintenant le transport de dioxyde de carbone. Donc, je vais faire l'oxygène, d'abord, ça va nous faire le dioxyde de carbone, gaz de carbone, et le sang arrivant au poumon est riche en dioxyde. Donc, comme je vais faire l'oxygène, le rouge de l'homme, mais le rouge de l'adam, du jisme, ou de l'hab, ou de l'aude de l'eau, et là, الرئتين يكون مشبع جدا بثاني أكسيد الكربون. Le sang arrivant au poumon est riche en dioxyde de carbone provenant de toutes les cellules. جميع الأنحاء جميع الخلايا ديال الأعضاء ديال الجسم. Celui-ci est transporté sous trois formes par le sang. إذن الغاز ديال الأكسجين تيكون مختلف على الغاز ديال ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون ينتقل من طرف الدم خلال ثلاث اشكال. اون فابل بارتي معناها من 20 حتى 30% واحد الجزء قليل شيء ما سو كومبين افيك ليموغلوبين. اذا كما شفنا ليموغلوبين تتندمج مع الاكسجين تعطينا اوكسيموغلوبين، ولكن مع الدخول ديالو للجسم الدخول ديالو للعضو تتحرر هذاك الاكسجين، اذا يعني تفقد هذاك اوكسيموغلوبين القدره ديالو وتصبح اللون ديال الدم احمر داكن. علاش؟ لانه تتصل مع واحد الغاز جديد اللي تكون في الخلايا، تكون مطروح في الخلايا، هو غاز ثاني اكسيد الكربون تسمى كاربامينو هيموغلوبين. كاربامينو هيموغلوبين هو البروتين الجديد. Une autre, 7 à 10%, se dissout directement dans le plasma. Et donc, il y a l'oxygène, qui est directement dans le plasma, 2%. Mais, le gaz de l'oxyde de carbone, qui est dans le plasma, c'est 10%. Et donc, 20 à 30%, qui est dans le carbamino, qui est dans le carbamino hémoglobine. تمشي من طرف الدم، هو اللي تعطي اللون، اللون داكن احمر داكن، هو البروتين هذا كاربامينو هيموغلوبين. و 27% تمشي للبلازما. لا بلو غروند بارتي، اذا لا بلو غروند بارتي يعني من 60 حتى 70% من الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون اي ترانسفورمي سو فورم دو كومبوزي دي سو دون لو بلازما. Hydrogénocarbonate sous forme d'ion hydrogénocarbonate ACO3-. Et les mots maintenant, on a vu la tirer l'ion du thème de l'ion fétide et le l'ion d'acide. Voilà que tu m'as le protéine jadid exomoglobine. ثم تعرفنا على ثلاث طرق الانتقال ديال غاز ثاني اكسيد الكربون. لاحظوا معايا الان دوكيمون 3، لو سون اريفون اي سورتون دو بوم. الوغ في هذه الوثيقه هذه سوف نكشف على واحد الحاجه مهمه جدا، هو هاد الشريان اللي باللون ازرق، لو سون روج سومبر. Le sang rouge sombre, mais le dem l'ahmar de l'on ahmar le khatim ou dakin le sader mjami al-ha al-khalay d'il-jizm yaoud il al-ri'atin khilal hat shiryan al-ri'awi al-azraq al-mubayin al-sora taudahi. Le sang rouge sombre arrive au poumon par les artères pulmonaires. هنا يمر الدم المشبع بثاني اكسيد الكربون الى الرئتين عبر هذا الشريان الملون بالازرق. Alors le sang rouge vif sort du poumon par les veines pulmonaires. هناك الوريد الرئوي يخرج منه الدم غني بالاكسجين. Le sang rouge vif sort du poumon par les veines pulmonaires. Et en fait, le voiture est à l'étage. Je suis venu à l'avoir
تيمر عبر هذا الشريان الرئوي الأزرق. Le sang rouge sombre arrive au poumon par les artères pulmonaires. Tabouled, l'artère, artère pulmonaire, mène à chérir les aoui. Non, timor, dem, rani, bil, tani, oxyde carbone. Tumma, non, fed, l'ouari, le melon, bil, ahmar, tikoun, honek, dem, rani, jiden, bil, oxygène. Tikoun, ando, l'on, fed. Le sang rouge vif sort des poumons par les veines pulmonaires. La doumaïa, manège les veines pulmonaires, manège le warid al-ahmar, le warid al-riaoui. Tu connais l'endo, tem ahmar fazeh. Amma al-shirien riaoui, tu connais l'endo, tem ahmar qatim audakin mouchba' ba tani oxyde carbone. Et dans cette sourate hadith, c'est fait pour الوصول والخروج ديال الدم من الرئتين لو سون اريفون اي سورتون دو بومون. ولاحظوا ان هذا اللون الازرق تسمى ارتير بلمونير او الشريان الرئوي وهذا اللون الاحمر تسمى لا فين بلمونير او الوريد الرئوي. اذا هذا تخرج منه الدم هذا الاحمر هذا تخرج من الرئتين الدم عنده لون احمر فاتح وهنا تدخل الدم تدخل للرئتين عبر هذا الشريان المبين بالازرق تكون ممتلئ بثاني اكسيد الكربون المصدر ديالو جميع الخلايا ديال الجسم. Maintenant mes chers élèves scientifiques, je vous propose activité 2. Maintenant, mes chers élèves scientifiques, je vous présente activité 2. Les échanges de gaz respiratoire et des nutriments, cette fois, au niveau de la double circulation capillaire et lymphatique. Alors, mes chers élèves, je vous propose activité 2, les échanges de gaz respiratoire et des nutriments au niveau de la double circulation capillaire et lymphatique. Je vais vous présenter un peu de temps. الغذائية على مستوى الدورة الدموية وكذلك اللمفاوية. لاحظوا معي هذه الوثيقة الخامسة document 5 prise en charge des gaz respiratoires par le sang au niveau des alvéoles. هناك الالفيول اللي شفنا في la respiration. Voici la bronchiole et voici l'entrée de l'oxygène et la sortie de dioxyde de carbone. Et ce qu'on appelle ici, c'est air alvéolaire. Donc, on a dit qu'on a l'oxygène. Le sang qui entre dans les poumons est vraiment très riche en dioxyde de carbone. Donc, il y a un oxyde de carbone qui a fait le niveau de l'air alvéolaire. Tout le monde تنتقل هذا الغاز الأكسجين إلى الكابيلير سانغا كما تشوفون على العرق الدموي هنا وتندمج مع هيموغلوبين تندمج الكريات الحمراء مع الأكسجين وتعطينا واحد البروتين جديد هو أوكسيموغلوبين اللي تعرفنا عليه سابقا. هذا أوكسيموغلوبين هو اللي عنده اللون الأحمر الفاتح. Le sang sortant du poumon riche en oxygène et sa couleur est rouge vif. Le sang entrant dans les poumons est riche en dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est sortant de capillaires sanguins vers l'air alvéolaire en échange avec le dioxyde
avec l'oxygène. L'oxygène pénètre dans ce qu'on appelle ici capillaire sanguin et se combine avec l'hémoglobine. تندمج مع الهيموغلوبين هما الكريات الحمراء تعطي واحد البروتين جديد هو اوكسيموغلوبين اللي عنده اللون فاتح لو روج اللون احمر فاتح لو روج فيف Alors c'est ça ce qu'on appelle l'explication de comment 5 prises en charge de gaz respiratoire par le son au niveau des alvéoles. Maintenant, regardons ici document 6. Alors ici, il explique clairement la formation de la lymphe et les échanges au niveau de la double circulation capillaire et lymphatique. Et donc, on a une double circulation. إذن بالأسود هنا لي فليش هادو اللي تكون بالأسود هما لي دوبل سيركيلاسيون كاين خاصة بالكابيلار سانغا اللي فيها البلازما إلى آخره وهذا خاص بكابيلار لامفاتيك فيها لا لامف والوسط اللي تكون ما بين هاد كابيلار سانغا أو ما يسمى بأرتيريال وكذلك هاد كابيلير لامفاتيك هو هاد الوسط هذا المليء بالماء تقريبا 98% اللي تعم فيه هاد الخلايا ديال النسيج الخلايا هادو هو ليكيد انترستيسيال ليكيد انترستيسيال هو النسيج هو السائل النسيجي اللي تيكون مليء وممتلئ بالماء هو تلعب كوسيط التبادلات الغذائية وكذلك التبادل الغازية ما بين اللمف والعرق الدموي كابيلار أرتيريال ننتبه جيدا إذا مكونات هذه الوثيقة هذه تعرفنا على بلازما سانغان هنا هنا موجود بلازما سانغان هنا في هذا الكابيلار أرتيريال هناك بلازما في هذا الوسط ما بين اللمف و بلازما سانغان تيكون هنا ليكيد انترسيسيل معناه السائل النسيجي الممتلئ بالماء وهنا على المستوى هنا تيكون خلايا ديال الجسم سيلول دي تيسو وهنا جدار ديال اللمف الحائط ديال اللمف هنا اللمفاوي الحائط اللمفاوي هنا la paroi lymphatique. Elle dit c'est la paroi lymphatique. Bien sûr, c'est ma mouror. Soit le gazet, soit les déchets, soit l'eau, etc. C'est ma haïd de capillaire, c'est ma mouror. الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون بخصوص الكابيلار لامفاتي تكون هناك مرور ديال الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون لان هناك ثلاث طرق انتقال الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون من بين الطرق الطريق اللمفاوي اما لاحظوا جيدا هنا تسرب ديال هذا الغاز ديال ديوكسيد الكربون من الخلايا نحو هذا الكابيلار لامفاتيك لاحظوا جيدا وكذلك تسرب ديال الماء والمخلفات ديال الخلايا تنفاد الكابيلار ارتيريال تيكون هناك تسرب ديال لي نيتريمون هذا معايا هنا تحرر ديال لي نيتريمون تخرجوا من هذا العرق الدموي الى الخلايا وكذلك الاكسجين عرفوا بأن الأكسجين والنيتريمون هما المسؤولين على الطاقة إذا من بين مخلفات الطاقة هي ديوكسيد الكربون وكذلك دوطخ ديشي إذا هذوك الخلايا تطرح مخلفات ديالها وتاني أكسيد الكربون في اللمف ماشي في العرق لا في اللمف بالخصوص المخلفات تطرحهم في اللمف قليل من الاكسيد من قليل من ثاني اكسيد الكربون تطرح في العرق كما تشوفون هنا
وقليل من المخلفات، قليل من المخلفات، ولكن أغلبية ديال المخلفات ديال الأكثرية ديال الغاز ديال أكسيد الكربون تمشي في اللمف، وكذلك المخلفات ديال الخلايا. هنا قليل شيئا ما من الغاز ثاني اكسيد الكربون تيمشي مع الوريد، وكذلك كابيلار فين الوريد، وكذلك المخلفات. يعني هنا اللون ديال الدم تيكون فاتح، علاش؟ لان وجود ديال الاوكسي اوكسي اوكسي اوكسيموغلوبين، هذاك واحد البروتين هنا هو المسؤول على هذا اللون الفاتح هنا، لاحظوا. إذن أوكسيموغلوبين تحرر الأكسجين اللي تنتقل إلى الخلايا، تتحول لون إلى شيء ما، إلى البنفسجي، ثم إلى الأزرق، إلى اللون الأحمر قاتم. إذن بوجود الغاز ثاني أكسيد الكربون وكذلك بعض المخلفات، تكون هناك تسرب ديال الماء بالخصوص الموجود بكثرة في هذا الليكيد انتيرستيسيال كما قلنا عن السائل اللمفاوي، يكون موجود هنا الماء بشكل كثير لتسمح الانتقال ديال المواد الغذائيه وكذلك الاكسجين الى الخلايا كما انترميديا. واللمف كذلك تساعد على الانتقال ديال المواد الغذائيه، وكذلك لاحظوا معي كيف الماء وكذلك المخلفات ديال الخلايا تمشي مع اللمف واغلبيه ديال الغاز ثاني اكسيد الكربون. إذن هذا هو. وحاجه اخرى، ليكيد انترستيسيال تساعد شيئا ما على تكوين ديال اللمف، هذه معلومه جديده. ليكيد انترستيسيال تساعد على تكوين ديال اللمف وتنسق ما بين الكابيلير سانغا، ما بين العرق الدموي وكذلك اللمف، تنسق بيناتهم، يكون بحال وسيط تسمح بمرور الغاز الاكسجين وكذلك المواد الغذائيه الى الخلايا. لاحظوا معايا ديال لا فورماسيون دو لا لانف، ديال لا فورماسيون دو لا لانف. اذا كيف تيتكون هذا اللم من خلال ليكيد انترستيسيال اي لي زيشونج او نيفو دو لا دوبل. هنا تكون هنا واحد التبادلات غازيه وتبادلات في المواد الغذائيه. شوف هنا تطرح هنا المخلفات وكذلك هنا تنتقل الماء الى اخره، يمكن واحد التبادلات على المستوى العرق الدموي كابيلير ici كابيلير سانغا، تتكون من كابيلار ارتيريال وكابيلار فينو. اذا هذا هو العرق الدموي وهذا هو لا باغوا سانغا، حتى هو تسمح بهذا المرور ديال الاكسجين الى اخره. وكاين هنا اللمف، اذا كاين دوبل سيركيلاسيون، لا دوبل سيركيلاسيون، لا سيركيلاسيون ici سانغين اي لا سيركيلاسيون لمفاتيك. Voilà. Pour explication, on va lire cet article concernant les échanges de gaz respiratoire et des nutriments au niveau de la double circulation capillaire et lymphatique. C'est bon, mais il y a un détail. Toutes les cellules d'un organe baignent dans un milieu plus ou moins liquide, riche en eau et en protéines, dont le volume est d'environ 10 litres chez un adulte. C'est le liquide interstitiel. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le liquide interstitiel. C'est le liquide interstitiel. Il y a environ 98% de l'eau et 2% de protéines. Ce qui est dans le liquide interstitiel, liquide تسمى بالفرنسية ليكيد انترستيسيال. توت لي سيلول دان اورغان باينيا دان ان ميليو بلو او موان ليكيد ريش اون نو اي اون بروتيين دون لو فوليم اي لونفيرون 10 لتر شيز ان ادولت. اذن باش نفسر لكم الدور ديال هاد السائل النسيجي ليكيد انترستيسيال والدور ديالو في التبادلات الغازيه وكذلك المواد الغذائيه ما بين الكابيلار سانغان و كابيلار لمفاتيك.
Toutes les cellules d'un organe baignent dans un milieu plus ou moins liquide, riche en eau et en protéines, dont le volume est d'environ 10 litres chez un adulte. C'est le liquide interstitiel. Il y a protéines. Ce liquide a une composition voisine de celle du plasma. Il se forme à partir de celui-ci par filtration à travers la paroi des capillaires sanguins. Le liquide interstitiel tiji min mkouinat ديال البلازما لان البلازما هو المسؤول على تكوين ديال الليكيد انترستيسيال الممتلئ بالماء والغني كذلك بالبروتينات. اذا عنده نفس التكوين ديال البلازما. La circulation du liquide interstitiel entre les cellules permet les échanges de matière, nutriments, gaz, déchets entre le sang et les cellules. Le liquide interstitiel, c'est notre rôle de l'eau, où est-ce que c'est le tabac de l'eau, le gaz, le mangia, ou que des liques, le mawad, le radaïa, ou le mkhalafat, le khalaya. Il y a un hawa wasat, hawi, jitten, le tijma, babin, le capillaire sanguin, الخلايا ديال الجسم يعني ليكيد انترستيسيال بينيتر تماما ليكيد لو ليكيد انترستيسيال بينيتر دون لي كابيلير لامفاتيك بور فورمي لا لينف اي روجواندر لا سيركولاسيون دو سون. اذا كيما شفنا ان التكوين الحقيقي ديال ليكيد انترستيسيال تيجي من البلازما. المكونات ديال البلازما هي المكونات ديال ليكيد انترستيسيال غير هو تيكون عنده علاقه مع اللمف لانه الليكيد انترسيت يساهم في التكوين ديال اللمف. كما شفنا كاين هناك دوبل سيركيلاسيون كاين لا سيركيلاسيون سانغين الخاصه بالدم اللي فيها بلازما الى اخره وكاين لا سيركيلاسيون لامفاتيك الكابيلار كاين واحد الكابيلار لامفاتيك هو اللمف وهذا الليكيد انترسيسيل تساهم بشكل او باخر بتكوين هذا اللمف اللي تسمح بنقل الغازات التنفسية كمثال ثاني أكسيد الكربون مخلفات الخلايا. The l'ensemble sang liquide interstitiel et lymphe constitue le milieu intérieur intermédiaire entre le milieu extérieur et les cellules des organes. إذن الخلايا تتكون محتاجة بالخصوص المواد الغذائية والأكسجين من الخارج من الاكستيريور. إذن هذاك اللوسون والبلازما وكذلك الليكيد انترستيسيل هاد الثلاثي هادو هما اللي تساهموا كوسيط ما بين الوسط الخارجي والخلايا ديال الجسم لأنهم هما المسؤولين عن نقل لو ترونسبور ديال المواد الغذائيه وكذلك الغازات التنفسيه من الخارج نحو الخلايا وكذلك نقل مخلفات وغازات ثاني اكسيد الكربون من الخلايا الى الخارج. يعني هما تيساهموا كنوع من الوسيط ما بين الميليو اكستيريور والخلايا. هذا لونسومبل سون ليكيد انترستيسيل اي لو سون معناه الدم والبلازما تم بخصوص هو البلازما. إذن l'ensemble sang liquide interstitiel et lymphe constitue le milieu intérieur intermédiaire entre le milieu extérieur et les cellules des organes. On trouve trois parties liquides formant le milieu intérieur du corps. Le sang, إذن هناك ثلاث أنواع من السوائل. كاين الدم تقريبا 5 litres pour un homme de 60 kg. De celui-ci, par filtration, se forme le liquide interstitiel. إذن هذاك كما قلنا البلازما هو اللي تيكون لينا هذاك السائل البنفسجي ابارون السائل النسيجي اللي تيكون هنا كوسيط ما بين البلازما واللمف. Alors environ 10 litres une paire de se forme le liquide interstitiel appelé parfois lymphe interstitielle environ 10 litres. Une partie de ce liquide est repris par les vaisseaux lymphatiques pour former la lymphe, environ 3 litres. Donc, il y a 3 litres de lymphe et 10 litres de lymphe interstitielle ou liquide interstitiel.
5 لتر دو سون، إذن كاين 5 لترات من الدم، وكاين تقريبا 10 لترات، شوفوا الكم الكبير ديال الليكيد انترسيسيال، 10 لترات من النسيج من السائل النسيجي. وهذا السائل النسيجي تدخل وتكون لنا اللمف، هنا تكون لنا اللمف في هذه لابارتي هذه اللي شرحنا لكم في دوكيمون 6. إذن تكون اللمف تقريبا تتجاوز 3 لترات. سو ليكيد انترسيسيال اي دونك ان انترميديير انتر لو سون اي اللمف. إذن هذا السائل اللي تنتحدثوا عليه السائل النسيجي هو كوسيط ما بين الدم واللمف، لأنه تسمح بمرور الغازات التنفسية كم الأكسجين من الدم إلى الخلايا، أو كذلك ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الدم ولا من الخلايا إلى اللمف. إذن ثاني أكسيد الكربون تطرح في اللمف وكذلك في البلازما في الدم. إذن on continue. Il est le liquide dans lequel les cellules effectuent leur échange oxygène nutriments dioxyde de carbone. Cette circulation sans liquide interstitiel et lymphe permet de renouveler en permanence le liquide baignant autour des cellules et donc d'assurer leur approvisionnement continu en oxygène et nutriments. On constate que quelles que soient les conditions de vie, les activités de l'individu, le nombre de repas effectués pendant la journée, le milieu intérieur a toujours une composition stable. C'est l'homéostatie. Et comme je fais un liquide interstitiel, je fais un équilibre d'échili, mais bien être mouvement. Mais ça fait l'insan, le wajab de l'agda hier, ou qu'est-ce que l'enchaîne de l'étiquette ou l'aide, il mène avec. هذاك المعدل ديال ليكيد انتيسيت تبقى ثابت، هذا تسمى تسميوه لوميوستاتي. اذا كشفنا في هذا السيكونس 2 على الدور ديال الدم في نقل المواد الغذائيه وكذلك الغازات التنفسيه خلال لاكتيفيتي 1 و لاكتيفيتي 2. Dans l'activité 2, ça revient à les échanges de gaz respiratoire et de nutriments au niveau de la double circulation capillaire et lymphatique. Des définitions à retenir, il y a hémoglobine. C'est une protéine contenue dans... Définition à retenir. Hémoglobine, c'est une protéine. Définition à retenir. Voici quelques définitions à retenir. Et premièrement, hémoglobine. Protéine contenue dans le cytoplasme des hématies, ça veut dire des globules rouges, est capable de se combiner de manière réversible avec le dioxygène. Donc, hémoglobine ou non, mais une protéine, c'est-à-dire une norme coriace, le hamra, un de mcdora bashin, c'est-à-dire le gaz, l'oxygène ou le gaz oxyde de carbone. Lymphe interstitielle, lymphe non canalisée dans les vaisseaux. Lymphe interstitielle ou liquide interstitiel ou sa'il al-nasiji al-ghani bil-ma ou kadalik protéines. Lymphe non canalisée dans les vaisseaux. Kin lymphe l'adi, c'est ma canalisée, c'est qu'on a lymphe l'adi. Kin lymphe interstitielle ou li tikunu fihi al-khalaya ديال الجسم ما يسمى بليكيد انترستيسيال. سي فيني بور لا سيونس دوجوردي دو سيكونس 2. اون فيان دو ديكوفرير لو ترونسبور دي غاز ريسبيراتوار و سي دي نيتريمون دون لو سيكونس 3. اون فا ديكوفرير انسامبل لاكتيفيتي كاردياك اي لا سيركولاسيون سانغين. C'est avec vous, monsieur Youssef Dalel, de la chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Il vient de vous expliquer séquence 2 de ce chapitre, la circulation sanguine, chapitre 4, de ce manuel de l'élève, l'univers de SVT, sciences de la vie et de la terre.